huzur yedi. خلصنا بذور عند الخزنة شوفوا ما بقي أي بذور داخل الماكينة هنا ما صار انتهى كل بذورنا انتهينا الإنتاج نوقف الماكينة عملت ستوب بعدين أخذ هذا للزيت أخذ مكان المخلفات هنا أولا سأفتح هذا فتحته طيب انتهى البذور هنا ولكن داخل الرأس يوجد ما زال بذور الآن سترون فرجي لكم الآن فتحت هذا البذور وشغل ثاني حتى يخرج المخلفات الباقية نشوف هنا شوية لا يجي خلاص إذا نوقف ثاني ما بقي أي أثر نغفل الماكينة نقطع الإلكتريك بعدين بطلع حلقة التصحيح طلعته ولكن قبل ان اطلع سكرت الكتريك كما تشاهدون الان سافتح هذا طبعا هنا ساخي شويه لهذا السبب افتح هكذا وطلع اخذ زيت كمان هنا طيب الان اهم الحاجه نقطه تفصيليه اريد ان افتح الراس بعد ما كل استخدام لازم ننظف الداخل الماكينه لانه هنا اثرات البذور اذا ما نظفته هذه الاثرات البذور حينما يبرد يكون مثل الحجر يتجمد يمنع الستارت الثاني تنظيف ما يأخذ 2 دقيقة أو 5 دقيقة لا يأخذ كثير أنا أريد أفتح الرأس قبل أن أفتح الرأس حينما شرحنا تفصيلة الماكينة في البداية هنا يصير مثل الغلب عشان يترك الغلب أنا أشغل الماكينة على اتجاه وراء 5 أو 10 ثواني في النورمال أثناء العصر كيف نشغل الموتور على اتجاه قدام حتى يكون مخرج من هنا أنا الآن بسيط ثواني بشغل على اتجاه الفراغ حتى قلب هنا على الاتجاه العكسي على الاتجاه العكسي حتى الضغط هنا سيترك بسهولة عشان يساعد لي ان افتتاح الراس بسهولة اكسر نعم بعض الاحيان بتعمل شنو؟ سأعمل فتحت الماكينة حينما اضغطنا هذه البدون تشوفون الان فورورد يعني فورورد معناها شنو انجليزية؟ قدام قدام ايوه اذا اضغطت هنا ريفايس يعني لورا يعني عملت ريفايس سأعمل ستارت الان نشوف تعالوا الى هنا تشوفون الاسنان يتقدم على العكس مش كثير 5 ثواني 10 ثواني شغلته عملت ستوب ممكن تعيد لنا الحاجه دي ثاني برجع لورا لانه بعض الاحيان بالغلط حتى يضغطون زباين هنا ويتركون ماكينة يشتغل على الورا أيوة. انا الان ساضغط على بوتون هذا شوفوا نوت فورورد هكذا عملته هذا كل تفاصيل مكتوب على الدليل الذي نرسل لكم هذا ABB درايفر يعني كنترول الماكينة من هذا الدرايفر جميع التفاصيل مكتوبة عند هذا الدليل سنرسل جنب الماكينة عملته انا اتأكد اضغطته فورورد يعني على اتجاه قدام يشتغل الان افتح الراس مش اشتمين بعض الاحيان ناس يضرب ما يستطيع يفتح في طبيعه الانسان حينما ما يفتح يحول قوه ليس قوه انت ذاته ستترك الاسنان يعني ما في احتاج ضربه شديد اذا انت تحاول ما تفتح معناه ما شغلت على اتجاه الوراء الان سترون ما هو الذي قصدي
سيفتح الراس كاملا. لماذا شغلت في الفراسة ترون؟ ماكينة حجمه صغير ولكن طاقة الضغط عالية جدا، يعني ما تعتقدون بسهولة يطلع زيت. هنا يدخل يجي بذور، هنا يصير مثل الغلب. هذا الغلب إذا ما شغلت على اتجاه الفراغ يمسكه. بهذا السبب أنت تضرب تحاول أن تفتتح. حينما شغلت الورا شوية افتتحت سهولة. طبعا هذا البذور لين، إن بذور لين لا تتواجه مشكلة، ولكن بذور مثل عنب أو حب السوداء أشد حر. هذا بذور السمسم يعتبر كمان في السودان بذور السوفت، يعني بذور لين ما تتجه مشكلة، ولكن بذور أخرى مثل الحبة السوداء عنب هارد، very hard. بهذا السبب شغلنا الورق. شوفونه هنا في المخلفات. الآن أنظف هذا وبشغل، ماذا تطلع سترون الآن. طيب هنا أنا بشغل، طبعا بشوفه هنا العين اتجه قدام، سترون بقى. قلت يوجد بذور، أثر البذور عند الداخل ولو شوية. بذورنا في النهاية very كان soft، بهذا السبب طلعت هكذا، كان يكون حرف. وقفته بعدين الآن حتى في سخانة أبو كنترول قلم. طبعا هذا كان لين جدا، حتى صارت هنا طلعت من هنا زبدة، بأنه بذورنا كان مقشورة ولين. بذور الحرد ما كان يكون هكذا. بنظف كده بقى. بعدين قطعة من القماش أو بالهواء تستطيع تنظفون هذا كاملا. كما بدأنا في البداية، الآن سأفتح هذا. أين أفتح؟ إنسان يمكن ينسى، مكتوب هنا open على اتجاه الكلام. مثلا لو ما شغلت في النهاية ما طلعت بذور من هنا، لا تستطيع أن تفتح هذا القطعة. هذا البذور يمسكه مثل الغلب، يمنع منه. ها إذا هذا يمر معناه طلعت من داخل. سأفتح هذا. هذا داخله كله تستطيع أن تنظفه بالقماش أو بالهواء. بعدين تطلع هذا. خلاص. الآن بقماش النظيف أو بالهواء، عندنا في الهواء نستطيع أن ننظف مثل الجديد. تنظفون هكذا. في العادة لا يكون بذور كده، هذا مثل صارت زبدة. هكذا نعمل. نقطة آخر، تنظيف الماكينة بقطعة من القماش نظيف أو بالهواء. ماكينات الزيوت لا يحب الووتر كثيرا. أنت إذا غسلت هذا بالووتر لازم تنظف، يعني لا يبقى اي اثر الهواء المايه لا، يعني لازم تنشف. نحن حينما غسلنا ننظف بالهواء حتى لا يكون اي اثر. بهذا السبب ماكينات الزيوت لا يحب الماء، لانه نحن نوصل للزبائن ينظف بالقطعة من القماش. هي اذا غسلت بالبوتر وما نظفت وما جففت جيدا، اثرات الماء مع الزيت يبقى عند فوق القطعة، وهذا يسبب منع العصر، يمسكه يصير قلب عنده هنا. المهم هكذا. شكرا شرحنا. شكرا لك. تبقى نفس السلامة.